كل برج وله طبعه وله صفاته، وأول ما بنيجي نجيب سيرة برج معين بتلاقي الناس كلها بتقولك على صفة فيه. تعالوا نبدأها مع بعض بالترتيب. برج الجدي من الأبراج الهادية العاقلة الكتومة اللي بتقدر تتحكم في نفسها كويس قوي، وعندها إحساس بالوفاء حتى لو الحد ده سابهم ما بيروحوش يعملوا مشاكل، لا بالعكس بيتمنوا له الخير. إيه يعني فوتني وإنساني؟ ما هو ياما اتحمل علشاني، ما هو ياما كان قلبه عليا. نيجي بقى لتاني برج وهو برج الدلو. برج الدلو برج هوائي، بيحب الحرية والانطلاق، اجتماعي جدا، بيحب يعرف الناس كلها حرفيا. عارف انت اغنية يوم تلات بتاعت عمرو دياب؟ ده بقى بالظبط برج الدلو، اللي هو ما عندوش مشكلة يعرف تلات بنات مع بعض. يوم تلات بنات ندهوني، البساط بساط يا ناس عجبوني، قعدة وانبساط غدا وعزموني، فتنوني. نيجي بقى بعد كده لبرج الحوت. رومانسي، حساس جدا، عاطفي، حسه كده عايش في عالم تاني في خيال، يعني ممكن بنظرة واحدة توقعه. عارف انت البنات اللي اول ما بيسمعوا اغنية حبيتك بالتلاتة بيقعدوا يتنططوا ويطيروا ويعملوا الكلام ده؟ ده مش بنات، ده برج الحوت. انا نفسي اطير، فرحانة جدا ودايبة وبغير، حاسة بسعادة وده احساس خطير، مجنونة بيك، نفسي افضل قصادك واقول لك بحبك كتير. نيجي بقى للبرج اللي بعده وهو برج الحمل. هو برج ناري، فتلاقيه منفعل شوية، واضح، بيحب شغله قوي، متفائل جدا، عصبي شويتين، وبيحب يسيطر على حواليه. عنده داء السيطرة، واصل لحد الافتراء، هو ده العيب اللي فيه، ده اللي هيجيبنا لورا. برج الثور برج طيب ورومانسي، وفي نفس الوقت بيعرف يحكم عقله، ما بيحط هدف قدام عينيه لازم يحققه، لكن عندهم شوية غموض كده مخلي عندهم كاريزما، والناس تحس ان هم عندهم شخصية وبيشدوا الناس قوي. مش صعب اخلي اللي انا بتمناه يبقى حقيقي، وانا لازم اكون واثقه في احساسي في كل دقيق، وهيجي اليوم وهحقق حلمي باي طريق. نيجي بقى للبرج اللي عامل قلق مع كل الابراج الباقي، برج الجوزاء. اي حد بيسمع جوزاء يقولك يوه ده برج متردد ومتناقض ومش عارف هو عايز ايه اصلا، بس هو برج اجتماعي ولذيذ وبيحب الناس ومقبل على الحياه. برج ده بقى مش اغنيه واحده بتعبر عنه، اغاني. احبك اكرهك، اسيبك اندهك، اعلق نفسي بيكي ولا اعمل فيكي ايه، انا رايح فين، انا راجع تاني. برج السرطان هو برج رومانسي وهادي، مسالم، مش بيحب يدخل صراعات خالص، في حتة نكدية كده. البرج ده اكتر اغنية بتعبر عنه هي اغنية ده انا خصمت الشوارع اللي مشينا فيها. برج الاسد من الابراج اللي شخصيتها قويه، ومعروف ان هم بيحبوا مظهرهم جدا، بيحبوا النجاح، برج كريم، من الابراج اللي بتغير قوي على الحد اللي هم بيحبوه، وبيحبوا ان هم يبقوا الشخص الوحيد اللي في حياته. يا انا يا ما فيش اصل، ما عنديش في الحب هزار. نيجي بقى لبرج العذراء. برج عملي جدا، مرح، محبوب وسط باقي الابراج، بيحب يحل، بيهتم بالتفاصيل جدا. البرج ده مش سهل ان انت تخطف قلبه، لانه بيحسبها اكتر بعقله. مش نظرة وابتسامة، مش كلمة والسلامة، دي حاجات كتير ياما لو ناوي تحبني. نيجي بقى لبرج الميزان. برج اجتماعي، مرح، بيحب شغله جدا، معروف عنه ان هو شيك في كلامه، وبيعرف يكسب اي حد في صف، لكن البرج ده لو خرجت من حياته مش هتقدر ترجع له تاني مهما حصل. نفسك ترجع، انسى مالكش مكان. نيجي بقى لبرج العقرب. برج عاطفي غامض جدا، ما تبقاش عارف هو بيفكر في ايه بالظبط، مخابرات متحركة. البرج ده على الرغم من ان هو شخصيته قوية الا انه حساس جدا، واي كلمة بتفرق معاه. البرج ده بيتلخص في اغنيتين، في الشغل اللي قادرة عالتحدي وعالمواجهة، واللي قادرة
في خوفها تعلن احتجاجة. اما بقى في الحب، انا مش مبينه له انا ناويه له على ايه. ونختم بقى ببرج القوس، برج مرح وطيب ومقبل على الحياة، ما عندوش مشكلة ومش بيكابر ان هو يصالح الحد اللي هو بيحبه. انا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم، ما اقدرش اسيبك تتألم، ساكت يا حبيبي ليه؟ انا ضايقتك، طب قلت حاجة ما تتقلش، مش ماشي ولا سيبك تمشي قبل ما افهم فيك.